السلام عليكم، معكم ممرض عامر عياصري. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نتحدث عن أفضل طريقة لإزالة الشمات بشكل طبيعي باستخدام خل التفاح. وهاي الطريقة تعتبر من الطرق الجيدة لإزالة الشمات بالبيت عند الأشخاص اللي ما بيحبوا يراجعوا الطبيب. وخل التفاح عبارة عن مادة حامضية بتعمل على تذويب وحرق الشامة. فإن شاء الله بهذا الفيديو راح نعرفكم كيف تعملوا الطريقة. ايضا راح نورجيكم تجربة لاحد الاشخاص قام بازالة الشامة بواسطة هاي الطريقة. بالبداية لازم يتوفر عندك فازلين، لانه مثل ما قلنا خل التفاح عبارة عن مادة حامضية ممكن تحرق الجلد وتسبب حروق. الفازلين راح تدهنه على جانب الشامة، على الجلد جانب الشامة. ولازم تكون حذر من خل التفاح انه يلامس الجلد لفترة طويلة، لانه ممكن يعمل حروق، وهاي الحروق تظلها على طول او تستمر لفترة طويلة وتصبح الأمور أسوأ من وجود الشامة. فيعتبر حماية الجلد من الحروق من أهم النقاط اللي لازم تركز عليها. أول شيء باستخدام الفازلين تدهنه جنب الشامة. والنقطة الثانية أنه خلي التفاح يكون فقط فوق الشامة مباشرة، ما يكون على الجناب واصل للجلد. أيضا لازم يكون عندك قطن أو يعني عواد الأذن حتى تضع خلي التفاح عليها. ايضا تحتاج للاصق جروح حتى تثبت القطن المغمور بخل التفاح فوق الشامه. وبالنسبه للطريقه سهله جدا، ما عليك غير انك تدهن فازلين جنب الشامه. ايضا تقوم بغمر القطن داخل خل التفاح وتقوم بعصره، بعدها تضع القطن فوق الشامه مباشره وما تخليه يلامس الجلد، وتقوم بتثبيته بواسطه اللاصق وبتخليه طوال الليل عند النوم. طبعا سرعة إزالة الشامة وسرعة يعني تأثير الخل على الشامة بيعتمد أول شيء على نوع الخل، على جودة نوع الخل. اثنين، على عدد تكرار مرات وضع القطن المغموس بالخل على الشامة. وراح تلاحظ مع الوقت إنه الشامة بلشت تجف وراح يعني تسقط وتختفي في مدة تقريبا أقل من أسبوع. وأهم شيء مثل ما قلنا بالفيديو إنك تحمي الجلد من حصول حرق. وممكن تستخدم أعواد الأذن لفرك الشامة بعد غمسها بالخل. طبعا لما الشامة تبدأ تختفي وحجمها يصغر راح تبدأ تشعر بنوع من الألم نتيجة عن اقتراب الخل من الجلد. تقريبا كانت هاي الطريقة. وهسه راح نورجيكم تجربة لأحد الأشخاص تمكن يعني من إزالة الشامة خلال 4 أيام. طبعا هاي صورة الشامة اللي عند الشخص، الشامة موجودة قدام الأذن. طبعا هاي صورة بعد اليوم الأول من وضع خل التفاح. ايضا هاي صورة بعد اليوم الثالث من وضع خل التفاح. ايضا هاي صورة باليوم الرابع. ايضا هاي صورة للشامة بعد شهر. طبعا هو توقف باليوم الرابع عن استخدام خل التفاح وانتهى يعني من ازالة الشامة، لكن هاي الصورة للشامة بعد شهر من التوقف عن استخدام خل التفاح. ايضا هاي هون صورة بعد 6 اشهر. ايضا هون صورة بعد 8 اشهر. ايضا هون صورة بعد 9 اشهر. تقريبا احنا هيك تحدثنا عن افضل طريقة لازالة الشامة بالبيت باستخدام خل التفاح، ايضا مع تجربة لاحد الاشخاص. وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. بالنهاية لا تنسوا تعملوا الفيديو بلايك وتشتركوا معنا بالقناة، ويعطيكم العافية.